مشاهدينا ومتابعينا الكرام في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم ودايما منورنا ومشرفنا في قناتكم قناه الاهلي واستادكم استاد الاهلي. استاد الاهلي النهارده والحديث عن مباراه الغد ان شاء الله، الاهلي في حسين داي الجزائري ان شاء الله. يكون طبعا المكسب والنصر من نصيب الاهلي، مباراه مهمه جدا جدا بينتظرها كل عشاق النادي الاهلي وجماهيره. ان شاء الله يخلص الموضوع على خير. قبل ما ابدا الاستوديو بتاعنا وارحب بضيوفي الكرام، احب اقول لكم خبرين بسرعه كده. كابتن حسام البدري هيقود الاهلي ان شاء الله امام نصر حسين داي الجزائري. يقود الكابتن حسام البدري المدير الفني للنادي الاهلي الفريق فنيا في مباراه نصر حسين داي الجزائري، والمحدد لها غدا الجمعه ان شاء الله. وكان البدري قد سافر مؤخرا الى كندا لقضاء اجازه سريعه مع اسرته، وتولى احمد ايوب المدرب العام القيادة الفنية للفريق خلال أول مبارتين. كابتن أحمد أيوب صرح وقال لا بديل أمام الأهلي سوى الفوز على نصر حسين داي. أكد أحمد أيوب المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على رغبة الفريق في تحقيق الفوز على نصر حسين داي الجزائري في المباراة المقرر لها غدا الجمعة إن شاء الله في الجولة الختامية لدور المجموعات بالبطولة العربية للأندية على ملعب السلام. وقال أيوب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة أنه راضي تماما عن أداء الفريق في البطولة على الرغم من الخسارة المفاجئة في الجولة الأولى من الفيصلي الأردني. وشدد أيوب على صعوبة مواجهة ممثل الجزائر بسبب حساسية المباريات بين أندية شمال أفريقيا والتي تتسم دائما بالقوة. أيضا أكد أيوب على ثقته في اللاعبين وقدرتهم على تحقيق الفوز من أجل المحافظة على حظوظ النادي الأهلي في التأهل. مدرب نصر حسين داي قال مواجهة الأهلي صعبة ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية حقك. أكد نبيل نغيز المدرب أو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لنادي نصر حسين داي الجزائري على صعوبة مباراته أمام الأهلي والمقرر لها مساء الغد إن شاء الله في ختام مباريات المجموعة الأولى بالبطولة العربية للأندية. وقال المدير الفني أن الأهلي لديه أمل في الوصول للدور قبل النهائي ولا بديل أمامه إلا تحقيق الفوز للمحافظة على حظوظه في التأهل. والأهلي نادي كبير ويضم مجموعة جيدة من اللاعبين فضلا عن الجمهور الكبير الذي سيدعمه في هذه المباراة ويمنحهم المعنويات الكبيرة. وتابع المدير الفني أن نصر حسين داي يسعى دائما لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي رغم الصعوبات التي واجهت الفريق من ضغط مبارياته، وهو ما أثر بدنيا على لاعبيه في المباريات الماضية أمام الفيصلي الأردني. ضغط إيه؟ أمال الأهلي يعمل إيه؟ وأوضح المدير الفني أن مباراة الغد ستشهد بعض التغييرات في التشكيلة الأساسية للفريق من أجل تحقيق المطلوب. الحكم العراقي عودي حكما لمباراة الأهلي ونصر حسين داي الجزائري. يعني دي كانت أهم أخبارنا. رحب بضيوفي الكرام اللي منورين الاستوديو، كباتن مصر وكباتن النادي الاهلي الكابتن كبير ربيع ياسين. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك كابتن مير، منور الدنيا. منور وموفق دايما. عامل ايه؟ كله تمام. كله تمام الحمد لله. ايضا الكابتن الكبير نجم مصر ونجم النادي الاهلي كابتن وليد صلاح الدين. اهلا بيك. ازيك يا مير؟ منور. ايه الشيكه دي؟ لا انتوا اللي شيك النهارده. انتوا اللي شيك. جامده. بص الكابتن ربيع دايما بياخد الاستوديو مننا خلاص دلوقتي. كابتن ربيع كله شيك، وليد شيك وانت شيك. كابتن ربيع عنوان الشيكه. ربنا يخليكم. يعني يعني نظرة سريعة كده كابتن ربيع ونظرة عامة عن مباراة الغد. هي مباراة مهمة جدا إن شاء الله تعالى نفوز بيها، والفوز مهم يعني لا بديل عن الفوز. إن شاء الله كلنا ثقة في الله ثم في إن الأسباب هتخلينا بإذن الله تعالى ناخد أحسن تاني، لأن الأمر إلا بقى لو يعني أنا من وجهة نظري إن شاء الله محدش هيوصل لرقم 6 نقاط ان شاء الله تعالى النادي الاهلي في المركز الثاني، يبقى ياخد احسن ثواني على الاقل. لو ما خدناش الاول لو حصل بقى في الظروف ظروف بالنسبه لماتش الماتش اللي هو قبلينا بالنسبه للفريق الاردني. تمام. بطوله مهمه جدا، والماتش اللي فات طبعا ماتش كبير جدا، يعني كان هزيمه اولى وبعدين الماتش اللي بعده كان افضل بكتير. الدوافع طبعا عندنا الدوافع كتيره جدا. الدوافع الفنيه احنا الاكثر، احنا الخبرات، احنا القدرات، احنا الاحسن. احنا الحمد لله ما متأثرش بغياب اي حد. النادي الاهلي يملك 3 فرق بالظبط فعلا، عدد كبير من اللاعيبه الواعدين اللي يملكون قدرات، بيملكون قدرات يواجهوا بيها اي تيم. تمام. فاحنا دوافعنا بفضل الله تعالى البطوله في مصر، الدوافع ان الحمد لله في 3 4 عناصر دخلوا الماتش اللي فات فرقوا جامد جدا وهيفرقوا باذن الله. كل مدى في اضافات بتيجي، كل مدى كل بتيجي اضافات. فماتش بكره فنيا انا مطمئن، يعني الحاله الفنيه بتاع الماتش
بتاع الوحده كانت كبيره جدا وظاهره جدا وما شاء الله، وكان احداث المباراه الفنيه لو انا اتكلمت عن الفنيه هتتكلم كتير جدا يا ميدو. فماتش بكره يطمنك ان الحاله احسن، ان الحاله كويسه، ان التركيز موجود، ان الالتزام موجود، ان الرغبه موجوده باذن الله تعالى في ان احنا مش ماتش بكره، ماتش بكره يعني البطوله. صدقني البطوله ان شاء الله، فماتش بكره لما نكسبه بعدد كبير من الاهداف باذن الله تعالى، فاكيد عارفين الولاد عارفين يعني التركيز، التزام، اصرار، حاجات كتيره جدا. وبقى الجانب الفني اكيد بتاع حسام البدري اكيد ان فيها هنتكلم فيه كتير يعني. هزيمه الفيصلي في وقت الفريق شويه يا كابتن، هو الاهلي هي بص هي مفاجاه، لكن لو انت مسكت على خلال احداث المباراه الفنيه الاهلي على الاقل يتعادل. تمام، لو هو مش موفق في فوز يتعادل، جاله ثلاث فرص في جول 100% اتلغى، في فرصه ميدو جابر بعد كده اجاييه اللي هو الفرصه اللي طلعها حارس المرمى، هم كسبوا بهدف واحد، هم دافعوا طول الوقت وعملوا حساب هجومي كويس بفرصه بخطا سجلوا الهدف. فانا من وجهه نظري ان وبعدين الاهلي ما يتغلبش مباراتين ورا بعض، الاهلي بفوق بسرعه صحيح يعني، لان لعيبه محترمه واجهزه محترمه واداره محترمه، كله بيدور على البطولات والطموح والاراده، دي صفه موجوده على مدار الاجيال في النادي الاهلي. بالظبط. يعني كابتن وليد تعالى نستعرض كده بسرعه موقف الاهلي في حاله ان شاء الله مكسبه بكره ان شاء الله. يعني امبارح كانت مفاجاه من العيار الثقيل برضو، هزيمه الزمالك من العهد اللبناني. يعني هزيمه ريحتنا قوي يعني، معلش نادي الزمالك طبعا كنا نتمنى نادي الزمالك يكسب طبعا بصفته الممثل الثاني لمصر بعد النادي الاهلي، بس هزيمه نادي الزمالك طلعت المجموعه كلها بره حسابات النادي الاهلي. بالزبط. يعني دي نقطه مهمه جدا. الفتح الرباطي 4 نقاط، العهد 4 نقاط، وهم هيلعبوا بعض، فخلاص ما فيش حد منهم هيوصل لستة ابدا. بالظبط. في فرقه هتوصل ل7 نقاط لو خلاص هتاخد الاول، مجموعه الزمالك خلاص، المجموعه خلاص ريحنا من القصه بعد هزيمه نادي الزمالك امبارح. لكن لو كان نادي الزمالك كسب كان هيبقى هنا في خطوره، لان الفتح الرباطي والزمالك كانوا هيبقوا 4 بون وهيلعبوا الفرقتين الاسهل. فكان ممكن ده يبقى 7 وده 7، في حاله الاهلي يبقى 6 يبقى الاهلي بره البطوله. بالظبط. فالحمد لله يعني هو في حاله هزيمته او تعادله كان هيبقى في مصلحه الاهلي. بالظبط. يعني احنا كنا بنتمنى التعادل، لكن هو جت هزيمه. احنا طبعا بنشجع اي فرقه مصريه، بس طبعا لما تيجي مع النادي الاهلي اكيد هنشجع الاهلي وهنقول عايزين الاهلي. لكن عندك بقى حسابات ثانيه في المجموعه اللي هتلعب النهارده. بالزبط. اللي هي دلوقتي المباراه الترجي الترجي والمريخ والهلال ونفط. الهلال والنفط دلوقتي بيلعبوا في التوقيت ده، بعد كده الساعه 9 الترجي والمريخ. هو الهلال والنفط رايحه للهلال شويه، يعني هنقول ان هي رايحه للهلال ممكن شوي. ما احنا مش عايزين كده، بس يعني لو الهلال كسب هيبقى 4 نقاط. بالظبط. والمريخ والترجي مباراه برضو قويه جدا للفريقين. ده الكلام بقى، ده اللي فيه الكلام. لو يعني انا اديك الحسابات كلها وانت نقي. اتفضل. لو المريخ قدر يكسب الترجي هتبقى هنا مشكله النادي الاهلي فيها خطوره، لان المريخ هيبقى 4 نقاط والهلال هيبقى 4 نقاط والفرقتين هيلعبوا مع الفرقتين التانيين، فهنا وارد ان كل فرقه توصل 7 و7. ده خطر، يبقى احسن تواني بره. لو المريخ كسب الترجي، لو المريخ كسب الترجي النهارده هيبقى 4 نقاط. طب ما كده الترجي هيبقى يعني مغلوب ماتش. احنا بنتكلم بقى في حاله ان الهلال يكسب. ما هو الهلال هيكسب النفط زي ما انت قلت. تمام. يعني يبقى 4 و4. وهتلعب المباراه اللي بعد كده الهلال هيلعب الترجي. بالزبط. والمريخ هيلعب النفط. بالزبط. لو الاثنين كسبوا المجموعه الوحيده اللي يوصل فيها فريقين عندهم 7 نقاط. بالزبط. لكن ان شاء الله ده ما يحصلش. النفط النهارده لو كسب هيبقى 3 نقاط وهيبقى على امل انه يكسب المباراه الاخيره ويبقى 6 نقاط. هنا اغلب الاحوال هنلعب على حته ال6 نقاط. يعني حتى لو الترجي اتغلب النهارده عنده امل انه يكسب بعد كده الهلال ويوصل ل6 نقاط. تمام. فانت النادي الاهلي نفسه عنده امل ان هو يبقى اول مجموعه. يعني دي حسابات برضو. بالظبط. طبعا حسابات صعبه في حاله ان، لكن لو الوحده حاله ان الوحده كسب قدر يكسب الفيصلي باي نتيجه 1-0 النادي الاهلي لو كسب واحد فقط هو بقى اول مجموعه. بالظبط. لان خلاص احنا تاكدنا امبارح ان المقياس الاول هو الاهداف. تمام. فرق الاهداف اللي ليك واللي عليك. طب ما تيجي نشوف مش المواجهات المباشره، ما تيجي نشوف الكابتن ربيع ممكن يتوقع نتائج النهارده ازاي؟ هو النهارده قول لي المجموعتين عشان يعني النهارده الوحده السعودي. الوحده هيلاعب الفيصلي. الوحده الفيصلي. تمام. بكره بقى. بكره اسف. بكره اسف. النهارده الهلال السعودي مع النفط. النهارده الهلال مع النفط. والترجي مع المريخ. بالظبط.
والترجي مع المريخ، يعني دلوقتي بتلعب مباراه الهلال والنفط والساعه 9 ان شاء الله الترجي مع المريخ. لا هو هو المجموعه دي واضح يعني الترجي طبعا فريق ترشحه للبطوله. طب ما تخلينا نشوف مجموعتنا الاول يا كابتن ربيع، تتوقع في حدوث مفاجاه ممكن تحصل بكره من مجموعتنا احنا؟ من الوحده ممكن تحصل مفاجاه بكره؟ لا من وجهه نظري انا بتكلم في بدخل في العمق الفني. او بالظبط بالظبط يعني بتكلم بفنيات توفيق الله سبحانه وتعالى، كل شيء في الكوره وارد بالزبط. يوم المباراه ما تعرفش كابتن ربيع الف حاجه من فتره حاله اللعيب بس لا انا برضو قياساتي ايه فنيا دي مباريات قدام حضرتك كابتن ربيع النهارده قياساتي يا ميدو فنيا الحجم بتاع الوحده مش قد حجم واخد بالك الفريق العراقي الفريق خد صيغه كبيره جدا حتى لو هو كان طموحه بنسبه 50% بقى فين ده كسب بطل افريقيا ده كسب بلاد الاهلي بالزبط. ده اللي بيكسب بلاد الاهلي يقول لك انا خلاص سقف طموحاتي عالي مفيش كلام وهو فنياته مش وحشه كان عنده وزن فني دفاعي غير عادي فردي وجماعي ده كسبه المباراه ما انت ممكن فكره خلي بالك تكسب بمدافعتها الجيده بالتنظيم الجيد واخد بالك وراح بخطا سجل وكان حريص جدا وكلهم عندهم روح قتاليه غير عاليه، الكره العراقيه مشهوره بالروح القتاليه الغير عاليه. وممكن يا كابتن ربيع يفكر برضو ان انا استميت على المباراه دي بحيث ان انا ما يطلعليش الاهلي تاني. اصل خلي بالك ده محتاج ايه؟ ده مش تعادل، هيخليها المجموعه. بالظبط. فهو طبعا اكيد هو وبعدين في حاجه انت تبص على الجوانب اللي بيديرها المدرب من بره. تلاقي مدرب فاهم برضه بصرف النظر عن المكسب لكن المدرب فاهمه فاهم يعني حضرتك ما تتوقعش مفاجاه بكره في ماتش الوحده الله اعلم لكن لكن التوفيق انت خلاص كنت بتكلم على الحته الفنيه طب النهارده مباراه النفط والهلال والمريخ والترجي لا انا متهيألي النفط هيحسم المباراه لصالحه النفط في كوره بكورته كويسه فرقه عندها افراط اتظلمت الماتش الاول كانت ند للمباراه الاولى عندها انتشار جيد عندها التزام عندها جوانب خططيه عندها فنيات يعني فرقه تحترمها والكره العراقيه خلي بالك كمان تحترمها تحترم الكره العراقيه الكره العراقيه وصلت لحاله من العالميه دي حقيقه ليه يملكوا المهاره يملكوا القوه الجسمانيه يملكوا السرعات واخد بالك يملكوا دلوقتي بيجيبوا مدربين على اعلى مستوى المدربين النهارده بتفرق في الجوانب الخططيه اذا كان دفاعيه او هجوميه فرديه او جماعيه واخد بالك احداث المباراه من بره فانا متهيألي النفط رشحه الهلال عنده بقى ميدو خلي بالك ولاد صغيرين واضح انه ما جاش بالاساسيين واخد بالك مريح مجموعه كبيره جدا كلهم شباب صغير حلو حلو. فهنا برضه تدي للخبرات بالنسبه طيب للترجي الترجي انا من وجهه نظري الترجي هو الاحسن والافضل هو الخبره هو اللي رشحه رقم واحد انه يكسب مريخ دي حقيقه حلو في الحالات دي بقى كابتن وليد يعني كابتن ربيع قال اتفق مع كابتن ربيع النفط العراقي اقوى الهلال جايب فريق الشباب طبعا يعني النفط بقى اربع انا هلعب على توقعاته النفط بقى اربع بقى ثلاث نقاط يعني لو كسب والهلال نقطه والهلال نقطه تمام. خلاص الهلال بره الموضوع خلاص الترجي لو كسب هيبقى ست نقاط والترجي هيبقى كده الموضوع هيبقى بقى صعب شويه هيبقى هتبقى بين النفط والمريخ وبين الترجي يعني الترجي خلاص هيبقى ست نقاط وصل والنفط هيبقى عنده فرصه ان هو يكسب بعد كده المريخ ويروح لست نقاط بالظبط بص القصه كلها ايه الاهداف يا وليد ايوه القصه كلها ايه احنا قلنا للنادي الاهلي قبل كده يا جماعه للعيبه ركزوا كويس قوي لان كل هدف بيفرق مش في البطوله دي بس انت خدت الدوري من سنتين ثلاثه بايه بهدف بهدف بالظبط يعني انت كسبت تقريبا سموحه او كسبت بتروجيت اربعه وسموحه كسب نادي الزمالك تقريبا 2-1 الهدف اللي جابه احمد علي لنادي الزمالك اداك البطوله بالزبط. والهدف الرابع اللي انت جبته كان تقريبا رمضان صبحي اداك البطوله بالزبط. واحنا كنا عمالين نصرخ في الاستوديو يا جماعه حد يوصل للعيبه على قد ما تقدر ما تضيعش فرص كتير فالنهارده نفس الموضوع انت كنت تقدر تكسب المباراه اللي فاتت كام كتير تقدر تكسب الوحده 3 و4 و5 فبالتالي لما اللعيب يبقى عنده فرصه ان هو يحرز ده بيفرق كتير جدا في بطولات افريقيا وفي بطولات اي بطوله مجمعه امم افريقيا بتوصل كده لو تعادلت مع الفريق المواجهات المباشره في كاس العالم هيحصل كده فانت بالتالي ده درس للاعبين لما تروح تاكد ان الفرصه دي مهمه فحسابات بقى الجوله النفط النهارده هيكسب كام الهلال هيكسب 1 ولا يكسب 2 ولا هيكسب 3 يعني هم وشطارته بالظبط لو كسب مثلا 1-0 يبقى هو بقى زيرو بقى زيرو وعندك النادي الاهلي بلس 1 لو كسب بكره هيكسب كام 1-0
هيبقى بلس 2. يبقى النفط لما هيروح للمريخ هيكسبه كام؟ هيكسب 3 النقطه. لو كسب 3 هيوصل على حسابك. فبالتالي الفرصه مهمه جدا. لو كسب 2 هنلجا للقرعه. مفيش ما لان هم ما واجهوش بعض هو اصلا مفيش مواجهات مباشره يا كابتن وليد. مفيش مواجهات مباشره عشان كده القانون بتاع بتاع البطوله العربيه والقرعه والقرعه طبعا يعني مفيش مواجهات مباشره اهداف القرعه دي خطر جدا. طيب عايز تكمل حاجه؟ لا يعني طيب. هي حسابات المجموعات كلها متاحه قدامنا وواضحه. حلو يعني حضراتكم اتفقتوا ان الاهلي يعني لا مفر امامه غير المكسب بوفره يا كابتن. ده طب ازاي نعمل كده؟ ازاي؟ طبعا انت عندك تشكيل مهم جدا، عندك توظيف، واخد بالك، عندك تغيير، عندك تدوير، واخد بالك، عندك جوانب هجوميه لازم تحضرها كويس، سياستك وسيستمك وشغلك اللي كسبت بيه الدوري كسبت بيه افريقيا لازم هو النادي الاهلي ليه شغل ما نبعدش عنه خالص، طريقه 4-2-3-1، واخد بالك، ده الشكل الهجومي. طيب. انا هستاذن حضرتك لان حضرتك بتتكلم في كلام مهم جدا. حط لي تشكيل نكسب بيه بسكور. تشكيل يا سيدي طبعا الشناوي كان مطلق بصراحه ماتشين 10 على 10. كابتن وليد برضو جهز نفسك للتشكيل نكسب بيه بسكور. اتفضل يا كابتن. باسم باك رايت ورامي ونجيب وحسين السيد. حسين كان الماتش اللي فات كويس. باسم ورامي ونجيب وحسين السيد والاثنين انا طبعا بثبت التشكيل. تمام. خد بالك خلال الثلاث مباريات فعشان انا غيرت في حدود كنت محتاج السوليه وحسام غالي. السوليه وحسام غالي اثنين. تمام. ثلاثة اللي يبقى عندك الأربعة اللي قدام أزارو وراس حربة صريح. أزارو. تحتيه حمودي. تحتيه حمودي. الماتش اللي فات كان الاثنين اللي موجودين كان نيدفيد ومين الاثنين اللي موجودين؟ كان نيدفيد وكان حمودي وكان أعتقد عمرو بركات. أنا أقول حمودي ونيدفيد. نيدفيد؟ حمودي ونيدفيد. واخد بالك؟ نيدفيد ماشي كويس، الناس فاكره لان ماشي كويس وبيروح ولاعيب صغير وسريع وبيجري كتير ونديله ولا بيدي هيظهر. ماشي. انا من وجهه نظري برضو بركات نبتدي بيه عشان يبقى برضو جاب جول وسجل وكان كويس ونديله مساحه ونديله حقه بركات التالت. كنت انا بفكر في محارب بس قلت برضو يبقى بديل معايا ورقه بره ادفع بيها. فنفس الثلاثه اللي ابتدي بيهم حمودي ونيدفيد وبركات. طب حضرتك يا كابتن ربيع لو حضرتك متولي المسؤوليه الفنيه للفريق الاهلي بكره هتعمل حسابك انت تبدا من اول ماتش ان انت عايز الماتش بسكور ولا هتجهز اوراق بره ولا هتعمل طريقه متوازنه الاتنين. هيبقى فيها ريسك شويه؟ لا الاثنين. بص النادي الاهلي خلي بالك الفوارق كبيره جدا يا ميدو. تمام. طموحه سقف طموحنا ان احنا من اول دقيقه بفضل الله نكسب ونجيب. بالظبط. يعني ممكن اقول ادور على حاجتين المكسب والاهداف وده شرعي واخد بالك قانوني وانا املكه. بالظبط. انا املكه. النادي الاهلي يملك لان خلي بالك انت بتلعب فريق ايه؟ عارف بطولتين واخدهم في حياته. انا واخد 132 بطوله 1947 انا 1907 40 سنه بيني وبينهم ده انا النادي الاهلي. انا بتكلم مش بقول النادي الاهلي اسما باللي بملكه. بالظبط. النادي الاهلي حاليا برضو ده غل مريحه يا امير. بالظبط. يعني فانا بملك قدرات. انا من وجهه نظري الاثنين. وثالث حاجه الدكه تبقى معايا بره برضو فيها بدلة يعني ده ممكن يصنع الفارق في اخر لحظه. يعني في مدربين يا كابتن ربيع يقول ايه انا هبدا بتشكيله اللي هي تخلص لي على الفريق، وفي مدربين يقول لك لا انا هستنى الشوط الثاني اخلص على الفريق في الشوط الثاني. تمام. هو ده بيبقى فيها ريسك ولا طبعا. الموضوع لا هو شوف يعني التوفيق بتاع الله سبحانه وتعالى. لكن ما هو انت بتبتدي بالمجموعه دي، المجموعه دي مش وحشه، المجموعه بتلعب في النادي الاهلي. وبعدين انت بقى ايه مثلا واحد زي محارب، انا لو محارب كان موجود قبل كده وفي اندماج وانسجام وموجود كنت ابتدي بيه. تمام. بس انت عندك برضو ايه الناس دي اجادت. وبعدين بركات انت اديته مساحه من الوقت سجل لك هدف. مش ممكن تعادوا بعد الهدف فانت تديله مساحه كبيره. اصل في حاجه خلي بالك اتفضل. غير الدوافع انت عندك الاهداف كتيره جدا في البطوله دي. الاهداف ده من فضل الله على النادي الاهلي ان جاب بطوله عشان يقدر يخش الموسم اللي جاي يا وليد مرتب ومنظم اموره الاداريه والفنيه. كنا بنقول في الاول بطوله والناس مجهده. والله العظيم والله العظيم انا بتفق معاك. خير للنادي الاهلي اتفقنا على كده عشان تنسق وتنظم وتعرف مين اللي يعتمد عليه وما يعتمدش. واخد بالك تدي فرص كمان للجهاز الفني ان هو يشوف وتقدر. فاخد بالك فده بالنسبه وجهه نظري انا ان برضو ندي كل واحد حقه. هو كسب هو ماشي كويس ويبقى عندي دوافع كتير جدا منها التشكيل ومنها التوظيف ومنها البدايه
ومنها الدكه بره برضو يكون معايا تغييرات ثلاثه على المستوى. تمام. يعني كابتن وليد قبل ما اسالك برضو في تشكيله للنادي الاهلي نكسب بيها ان شاء الله بسكور، ناخد مراسلنا في ملعب تيتش حازم البرعي. استاذ حازم اهلا بيك. اهلا بيك كابتن ميدو، اهلا بضيوفك الكرام. ايه الاخبار؟ طمنا، الجو عندك عامل ايه؟ هو التمرين لسه بادئ بقاله دقائق قليله، اجتمع الاول كابتن احمد ايوب بالفريق في ارض الملعب لمده اربع خمس دقائق، اكد فيها على اهميه مباراه الغد والدورات الفوق لمواصله المشوار ان شاء الله باذن الله، يكون في فرصه ان شاء الله نوصل لدور الاربعه. تمام. ونكمل البطوله ان شاء الله. تمام. بدا المران بدا بدني دلوقتي، الفريق كله كامل، مفيش غير وليد سليمان هو اللي بيأدي تدريبات تاهيليه. وشريف كرام لسه لحد دلوقتي ما انضمش للتدريبات الجماعيه. والكابتن حسام بدري المفروض يوصل النهارده ولا يوصل امتى؟ هيوصل للفجر بكره ان شاء الله باذن الله، وهو هيقود الفريق في المباراه. فجر بكره ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. تمام، اتفضل. المعسكر الفريق على طول ان شاء الله. اتفضل كمل يا استاذ حازم، كمل. التدريب بادئ بدني دلوقتي، وانفرد كابتن طارق سليمان بحراس المرمى ثلاثه. خلينا بس نبقى نقول ايه يعني بدني، يعني ايه عشان الناس ممكن تفهم ان بدني بكره في ماتش، يعني هنقول ان هو الاحماء. اللي هو الاحماء بالظبط. تمام. هو اللي في، انت عارف حضرتك ان في ست لعيبه كانوا في فتره راحه. بالظبط. فهم دلوقتي بيعملوا تدريبات تاهيليه لوحديهم. تمام. تمام. هو انضم ليهم النهارده عبد الله السعيد وحسام عاشور ومؤمن زكريا واحمد فتحي وعلي معلول ومعاهم احمد الشيخ. تمام. تمام، دول الست لاعبين اللي كانوا بعيد وبيعملوا تمرينات مختلفة عن اللعيبة. هم لسه لحد دلوقتي بيجروا جري حوالين الملعب، بيكتفوا بالجري بس حوالين الملعب. تحمل ولا تمام. التدريب بادئ ما فيش خمس دقايق. تمام، يعني ما تعرفش أبرز النقاط اللي اتكلم فيها كابتن أحمد أيوب مع الفريق إيه؟ هو اكد على اهميه المباراه وان فرقه نصر حسين داي فرقه قويه ولازم ناخد المباراه بجديه ونحاول ننهي الماتش من البدايه. يعني انت عارف كابتن الماتش اللي فات كان فيه فرص كثيره ضاعت، هو اكد على اهميه اي فرصه في المباراه، حاولت انهاء المباراه مبكرا ان شاء الله. تمام، قول لي برضو نجوم الفريق الكبار اخبارهم ايه؟ الحاله البدنيه، الروح المعنويه، كابتن عماد متعب، كابتن حسام غالي، يعني كلمني بشكل عام عن الاستعدادات اللي هي كباتن الفريق مع اللعيب. الو سامعني؟ الو الصوت بيقطع، معلش. سامعني؟ اكلمك تاني؟ ايوه كده تمام يا كابتن. تمام، كلمني عن الكابتن حسام غالي، كابتن عماد متعب، وازاي بيتكلموا مع اللعيبه عشان يحفزوهم على مباراه الغد. بالفعل قبل المران كان في ثنائيات ومجموعات واقفه وكان بيتكلم فيها كابتن حسام غالي وكابتن عماد متعب ويشجعوا اللعيبه بيحثوهم على بذل المزيد من الجهد ان شاء الله باذن الله، ده هيبان في الملعب ان شاء الله باذن الله بفتكر. تمام، البرنامج الفريق ايه يا استاذ حازم؟ هو بعد التمرين ان شاء الله مباشره هيدخلوا المعسكر الفندق للمبيت ليه في ليله المباراه. تمام. فجر الغد هينضم ليهم كابتن حسام البدري. يعني كابتن حسام البدري اكيد ان شاء الله جاي الفجر الجمعه عشان يقود الفريق ان شاء الله غدا. ان شاء الله باذن الله، ده اكيد يا كابتن. تمام، يعني اول بقى ما القائمه تنزل يعني بلغنا على طول. اكيد على طول طبعا. ماشي، استاذ حازم البرعي شكرا جدا ليك. ها كابتن وليد، احنا كنا بنتكلم قبل ما الاستاذ حازم يدخل معانا مع كابتن ربيع في التشكيل، وانتوا اتفقتوا لازم يبقى في اهداف بكره. فقول لي تشكيل انت شايفه زي ما الكابتن ربيع قال كده، تشكيل ممكن الاهلي يكسب بيه بسكور. أو يكسب مش سكور يعني 3 4 يعني ممكن على يعني على الاقل 2. بص يعني احنا قلنا اقل ما يكون، احنا قلنا اهم حاجه في اللعيبه هي الحاله. تمام. يوم المباراه. تمام. فانا مش هختلف عن الكابتن ربيع اللي قاله، يعني نفس التشكيل ما فيهوش مع اشراك كريم ميدفيد ما فيش مشكله. ما فيش مشكله خالص، ما يعني اولا طبعا الكابتن احمد ايوب هو اللي مع الفرقه وهو اللي طبعا معاهم في التمرين كل يوم فشايف الحاله. لكن في الاخر التشكيل ده اللي لعب المباراه اللي فاتت، بتفق مع الكابتن ربيع على التجانس وعلى ان هم ما لعبوش مع بعض كتير، فلما ثبت التشكيل تبقى حاجه كويسه. وبرده يبقى الشوط الثاني عمرو جمال مع وليد ازارو او بداله حسب النتيجه، اسلام محارب يبقى برده بدل عمرو بركات او معاه حسب النتيجه، نفس يعني نفس حتى التغييرات. ممكن الكابتن احمد ايوب او كابتن حسام البدري يقوم بنفس التغييرات، ما فيهاش مشكله. هو اهم حاجه حاله اللاعبين. انت خد بالك بتلعب فريق من شمال افريقيا، شمال افريقيا ده يعني محتاج منك جدا ان انت تركز
وانت اللي تسهل المباراه على نفسك. ده اللي قاله احمد ايوب في المؤتمر فعلا بتاع. المباراه دي تتسهل جدا لو احرزت انت هدف وتتصعب جدا جدا اكتر من الفيصل الاردني طبعًا. بكتير لو طبعًا. انت اتاخرت في الهدف خلاص بقى يعني شمال افريقيا بالذات لو طلعت الشوط الاول تعادل بدون اهداف 45 دقيقه تضيع بالظبط هتلاقي الشوط الثاني صعوبه شديده جدا بالزبط. في ان انت تكسب على العكس تماما لو انت ربنا كرمك بهدف اول ربع ساعه او اول نص ساعه غصب بص نصر حسين ضاي نفس الوضع بتاعنا بالظبط اجباري لازم يكسب عشان يخش جوه البطوله فانت ما تحسبش حساباتك انت بس احسب حساباته هو كمان تمام. لكن كل واحد يقسم المباراه على حسب ما هو شايفها يعني تمام. مدرب نصر حسين ضاي هيقسم المباراه اكيد مليون في الميه انه هيقفل الاول وهيبتدي يحاول يخطف هدف الشوط الثاني زي ما عمل فيصل الاردني انت تقسيمتك ممكن تبقى مختلفه زي ما بتفق معاك مليون في الميه ان انا الاقوى بلعب على ملعبي وبلعب في بلدي في وسط جماهيري انا التارجت بتاعي ان انا اخد البطوله فبالتالي لازم انا اللي اضغط من الاول ولازم ان انا احسس الفريق الجزائري ان انا فريق شرس وليا انياب ولازم يكون ليا فرص فدي كلها اسباب بتقول ان النادي الاهلي ينزل يضغط بطول الملعب ضغط كبير جدا علشان احرز هدف انا الاول تمام. لو النادي الاهلي ربنا كرمه واحرز هدف الاول السيناريو بيتغير تمام. يبتدي نصر حسين ضاي يطلع عن المواقع الدفاعيه بتاعته يبتدي يهاجم يبتدي عندك بالزبط. يبتدي عندك مساحات تقدر تلعب فيها بالظبط تمام تمام يا كابتن وليد. كابتن ربيع يعني المفروض نطلع فاصل حالا بس انا هسالك سؤال قبل الفاصل على كريم نادف بالتحديد يعني من الصح ان احنا نديله تاني في ظل الحاله اللي هو فيها والضغوطات والكم الانتقادات اللي عليه ولا نديله مساحه راحه شويه حضرتك ممكن تتعامل ازاي كمدير فني مع كريم لا حاليا هو من اجهز الناس اللي موجوده في ال11 انا معاك انا بتكلم عليه هو كشخصيه كانسان ما انا بوزنها برضو خلي بالك في اللي موجود عندي عندنا مساحه كبيره جدا من اللعيبه في راحات تمام فهو خد في الشدائد يعني خد في وقت الصعوبات ندفت بيحتمل ده يحصل من بدري بنسبه كبيره جدا ده بيغيره على طول بيبقى الثالث كانش يبقى الثاني او الاول فهو انا من وجهه نظري هو ندفت كورته كويسه وبيعرف يروح على الجول وبيعرف يصنع اهداف واخد بالك ويقوم بواجباته بس هو عنده حاجه قله الاهداف هي اللي فرق معاه شويه مع الجمهور انما عدم توفيقه في احراز الاهداف وتضييع الاهداف هي دي اللي فرقت يعني حضرتك موجود هتلاعبه برضه هلعبه لان هو بيشتغل كويس وبينفذ اللي انا عاوزه بس حاجه واحده بس اللي توفيقه مع الاهداف طب هو يستحمل كميه الانتقادات اللي عليها كابتن ربيع هو انا بكلمك كواحد انسان اكيد بيقرا على الفيسبوك بيقرا على تويتر بيقرا يعني شخصيه لعيب الاهلي لازم يستحمل وبعدين خلي بالك هو عليه انه يدافع عن نفسه أكيد. لان لو ما لقاش نفسه واخد بالك ما لقاش نفسه في وسط الكوكبه دي كلها ممكن يخرج يعني شفنا ميدو جابر الماتش اللي فات في ظل برضه الضغط اللي عليه برضه الكوره معنده وشفت الكوره اللي ضيعها وضحك ضحكه يعني مش عايز اقول صعب على الجميع لكن هو فعلا كده يعني الضحكه بتاعته كانت حاجه زعلت الناس كلها ان هو خلاص يعني بص انا عايز اقول لك حاجه النادي الاهلي ما يوقفش على لعيبه وفي نفس الوقت على كل لاعب في النادي الاهلي نسبه وجوده ليه تمام مفيش هزار تمام نطلع فاصل ونرجع نكمل مع نجومنا الكبار حديث مباراه الاهلي ونصر حسين ضاي الجزائري اهلا بحضراتكم من جديد كنا بنتكلم قبل الفاصل عن ميدو جابر عن كريم ندبد ومش عايزين نذبحهم يعني مش عايزين نذبحهم لعيبه كويسه جدا لكن اكيد بيجي ظروف اللعيب مش ماشيه معاه مفيش توفيق شفنا ميدو جابر وكلكم يعني بلا استثناء اتعاطفتوا مع ضحكه ميدو جابر اللي طالعه يعني عكس تماما ما بداخل ميدو جابر لو جاهز يا جماعه يلا نعرضها علشان انا محتاج اسمع راي الكابتن ربيع ياسين وراي الكابتن وليد صلاح في هذه الضحكه وليه طلعها في الوقت ده تحديدا شوف يا كابتن دي الفرصه اللي باسم علي رقص ووقع وكان لازم ميدو يسندها سنده ويحطها ببطن رجله بس بص خلينا نتفق على حاجات ثوابت رقم واحد لما بتلعب في فريق كبير لازم بتلعب تحت ضغوط بتلعب تحت ضغوط عاليه جدا جدا يعني اهلي زمالك حتى على المستوى العالمي شفنا نجوم كبيره جدا لما بيتنقل يروح الريال او برشلونه او بايرن او تشيلسي بيقل كتير قوي نجمنا الكبير محمد صلاح يعني
أسطورة بتاعت مصر لما راح تشيلسي بيقل كتير قوي بالزبط. وبعد كده يروح نادي تاني ويبتدي فيرونتينا مثلا ويبتدي يطلع تاني وبعدين روما وممكن على فكرة اللعيب ممكن يرجع لنفس النادي تاني ويبقى نجم النجوم وده حصل مع لعيبه كتير يعني حتى احنا على المستوى المحلي بتاع النادي الاهلي مثلا حسن مصطفى حسن مصطفى كان واحد من ناشئي النادي الاهلي المميزين جدا وبعدين طلع لما وصل 20 سنه كان في مجموعه من اللعيبه في نص الملعب تقال جدا بالظبط كان في تاريخ كابتن هادي خشبه راح الاتحاد سيد عبد الحفيظ كابتن هشام حنف كان مجموعه كبيره جدا فراح نادي الاتحاد تالق وراح طلبه مستر مانويل جوزيه تاني وبعد كده لما جه مستر مانويل جوزيه وصل الامر انه شاله مره شاله فوق كتفه وقال لهم اللي عايز يلعب في الفريق ده يبقى زي حسن مصطفى وراح منتخب مصر ولعب كاس امم فهي الفكره انت هتتعرض لضغوط شديده جدا كلاعب زي ما الكابتن ربيع بقى بيقول انت لازم تثبت ان انا المكان ده بتاعي يعني ميدو جابر كان داخل النادي الاهلي عايز ياكد ان المكان ده بتاعي زي ما كان قبليه احمد الشيخ داخل المكان ده وعايز يبقى نمره واحد في النادي الاهلي قعد السنة ما قدرش طلع على مصر المقص بقى هداف الدوري هيرجع تاني وميدو جابر ممكن يروح المقصة تاني وكريم ندفد راح وادي دجلة تألق ورجع تاني يعني هي الفكرة الضغوط دي في لاعب بيستحملها وفي لعيب ما بيستحملهاش تمام كابتن ربيع هو لازم يعرف انه جاي ويشتغل تحت ضغط غير عادي اللاعب النادي الاهلي لازم يكسب على طول لعيب الاهلي لازم يجيب بطولة لعيب الاهلي لازم يسجل وخاصة انه مركزه بتاع تسجيل اهداف ميدو جابر هو اللي ازم نفسه مع احترامي الشديد ليه افتكر الهجمه اللي ضيعها وليد الهدف اللي ضيعه في الماتش بتاع الفيصل الاردني ده كان يفرق معانا في البدايه ده هدف ما يضيعش مع احترامي الشديد اثنين الهدف برضو اللي شفناه دلوقتي ده هدف ما يضيعش يا وليد واخد بالك ده الدنيا كلها الحياه ده بعقل وعناية اسجل الهدف هو مركزه لازم يسجل وبعدين بيؤخذ ان هو نسبه اهدافه خلال الموسم مع النادي الاهلي قليله جدا انا النهارده بقيم المركز ده بقيم ميدو جابر بالكوره من غير الكوره الجانب الهجومي الجانب الدفاع كروسات وتسجيله الاهداف هو ده تقييم النادي الاهلي اشترى لعيبه على اعلى مستوى على كل لاعب انه يدافع عن مركزه المدافعه بالاداء المدافعه بيخدلك بالوظيفه المدافعه بالشغل بتاعي دي الكوره يا كابتن ربيع اللي حضرتك اتكلمت عليها طبعا بص ده هدف ما يضيعش ميدو يعني شوف هو هدف في الماتش ده كان فرق معانا خلي بالك وماتش وهدف في الماتش اللي فات بتاع الوحده كان فرق معانا احنا بندور على نسبه اهداف هو نازل عشان يعمل ايه؟ عشان يسجل خد بالك اذا كانش في توفيق لكن في حاجه مهمه جدا ان النادي الاهلي بيدور على اللعيب اللي يكسبه يا كابتن ميدو حلول النادي الاهلي وشراءه للعيبه ليه؟ وليه بيجيب لعيبه كتير وفره من اللعيبه؟ عشان حلوله تبقى كتيره النادي الاهلي مطالب ان يكسب كل مبارياته النادي الاهلي مطالب ان يكسب كل بطولاته عشان كده بيشتري لعيبه بس مش اي لعيب ينجح في النادي الاهلي مشكله عارف يا كابتن ربيع كمان عشان ااكد على كلامك والكابتن وليد صلاح ان ميدو كان بيجيب كل الكور دي في المقصه جوال بتختلف برضه من نادي النادي الضغوط لا هو في برضه حاجه يا كابتن وليد معلش المساحه اللي باخدها مع تيم النادي الاهلي في وسط مجموعه معانا اصحاب قدرات عاليه غير ما باخدها في قدرات مختلفه انت فاهم كلامي صح طبعا وما هو كل ده ضغوط يا كابتن كل دي ضغوط يعني انا لما مثلا ميدو جابر كان بياخد ال 34 مباراه في مصر المقاصه زي ما احمد الشيخ عمل هو احمد الشيخ في النادي الاهلي خد قد ايه وفي مصر المقاصه خد قد ايه خد في مصر المقاصه الموسم كله حتى لما صباعه اتكسر بقوا يلفوا له صباعه ويلعب حتى وهو بيلعب حتى وهو مصاب بيلعب مديهم له ثقه زياده ما هي بص هي دي الضغوط انا لما بنزل مباراه مطمن ان انا كده كده هلعب وحتى لو اديت وحش لا دي بتفرق عن الضغوط يا كابتن وليد فبحس ان انا لا دي بتختلف عن الضغوط ما هي دي ضغوط لا هي دي لا انا في حاجه أنا لا هي بص يا ميدو هقول لك هشرحها لك اتفضل اشرحها لك وبعدين انت يعني قول له رايك يعني ايه ضغوط؟ ايه الفرق بين مصر المقاصه وبين النادي الاهلي؟ كميه او عدد من الضغوط واحد التارجت بتاع الفريق تارجت النادي الاهلي لما اخش في اي بطوله انا عايز اخدها انا معاك عكس مصر المقاصه ممكن معاك. اخدها او ممكن انافس عليها ادي واحد الضغط الجماهيري هنا غير الضغط الجماهيري هنا ضغط الاعلام هنا غير ضغط الاعلام هنا كل انت العب مباراه حلوه في النادي الاهلي يعني بص اسلام محارب خد مثلا 20 دقيقه جاب جول هتلاقي مصر كلها بتتصور معاه بالظبط وانت نجم فالضغط الاعلامي هنا غير الضغط الاعلامي هنا دي حاجه انا متفق معاك تماما ضغط فيها. اللعب بقى يا ميدو انت لما بتلعب في فريق وعارف ان اللي بينافسك 3 4
هم زيك وممكن يكون احسن ده بيعمل عليك ضغط ضغط نفسي. يعني انا ميدو جابر نازل بيلعب مباراه في حته ثانيه هفكرك بيها دلوقتي. انت بتقول الكابتن ايهاب كان حتى وهو صبعه مكسور الشيخ كان بينزله يلعب. دي بقى دي اللي دخلها في الضغوط ولا دي بتديله ثقه عاليه جدا ان انا كده كده محتاج عشان كده الولد بينزل. صح كلامك صح. بتشيل عنه الضغوط بتشيل عنه الضغوط. يعني انا النهارده في النادي الاهلي ماشي. في النادي الاهلي ممكن لعيب يبقى حاسس بحاجه وما يقولش. ليه ما يقولش؟ لان عارف ان اللي موجود. يعني مثلا انا عندي ايه تقل مثلا في الضمه او تقل في الخلفيه. انا ممكن ما اقولش لان انا عارف ان معايا وليد سليمان وعند احمد حمودي وعند احمد الشيخ. يعني لو قعدت ماتش والفرقه كسبت مش هكون موجود. هو النهارده عمرو جمال عايز يحترف ليه وضاغط على الجهاز الفني للنادي الاهلي وضاغط على الكابتن حسام البدري وعايز النادي الاهلي يفعل التعاقد مع بيت فيست ويمشي عمرو جمال. ليه؟ لان على طول هو محطوط تحت ضغط ان هو راس حربه وعايز يروح منتخب مصر وعايز يلعب كاس عالم والفرصه بعيده. كوليبالي كان واخد بعديه اجايه النهارده جبت وليد. عمرو بياخد يا كابتن ربيع. لا معلش ما بص كابتن ربيع ما يعني تاخد قد ايه؟ تاخد قد ايه؟ هي دي النهارده انت جبت وليد ازارو. معلش طب تعالى هات لي بقى السكور شيت بتاعك بتاع الموسم كله وقول لي عمرو جمال خد قد ايه؟ انت عندك كوليبالي وعندك خد يا كابتن. ايوه هات النسبه. خد ايه 30%؟ عمرو جمال يا كابتن ربيع في الاول خالص كان واخد ماتش. لا ده مروان اللي كان بيلعب على طول قبل كوليبالي. ما كوليبالي بيغير مروان يا كابتن اللي كان بيلعب على طول. بص من اول الموسم قبل مروان لغايه شهر واحد لغايه لما مروان جاله صليبي. مروان اللي بياخد نمره واحد في النادي الاهلي وبيسجل وراح على هذا الاساس منتخب مصر. بعد الصليبي انت عملت ايه؟ جبت كوليبالي. فبقى ما بين كوليبالي وما بين اجاي وما بين عمرو جمال في ظل ابتعاد مروان وعماد متعب. تمام. هو بياخد نسبه قد ايه؟ ده اللي بيفكر فيه اللاعب. كل دي ضغوط يا كابتن. انت طبعا مدرب كبير وعارف القصه دي. فالنهارده عمرو جمال عايز يمشي ليه؟ عايز يمشي علشان يلاقي فرصته في اللعب لما يجي يلعب مثلا في بيت فيست فيبتدي مستر كوبر يبص عليه يبتدي ياخده. بيت فيست طلب عمرو جمال. والنادي الاهلي في طريقه ان هو يوافق على هذا الاحتراف. لكن يا كابتن ربيع ليه ما اقعدش هنا واثبت ان انا لعيب كويس؟ ما هو شوف في نقطه هو اصلا عمرو صغير ويعني ومش شايف ان في يعني اللي هو اللي ينافس قوي عمرو جمال اللي هو هيقعد كل الناس. انا شايف ان الفرص متبادله بين الجميع. حاجتين مهمين جدا في وجود اللاعب في النادي الاهلي. ان المراكز اللي هو فيها كم لاعب في النادي الاهلي دي تمثل له ضغوط. طب انا عايز اقول لك ان النفط كسبان 1-0. النفط كسبان. ما هو النفط الكره على الكحل. ما احنا برضو معلش يعني خبره برضو. لا عين وفي نفس الوقت احنا لعيبه كوره ومدربين ونعرف. صالح سدير في الدقيقه 45. الكره الاردنيه كره عراقيه كره متطوره. كوره تملك المهاره. تملك كل حاجه كويسه. خلي بالك بس ظروف. لا انا باكد الظروف. على كلامك ظروف. ان حضرتك توقعت يعني فتمام. فعدد النهارده اللي موجودين في مراكز ميدو جابر او كام في النادي الاهلي دي ضغوط. الحته الثانيه انا لعيب من وجهه نظري اللي بيجي النادي الاهلي ما بيسجلش وخاصه في هذا المكان الوسط الملعب المهاجم. يا وليد برضه بيتحط على الملعب. مليون في المية صح. انت فاهم قصدي؟ هدافين النادي الاهلي يا كابتن عبد الله السعيد مؤمن زكريا وليد سليمان. عشان انا عايز اقول لك حاجه في المكان ده. طب انا عايز اقول لك حاجه. طب انا عايز اقول لك حاجه. كوليبالي عشان عنده الحاسه التهديفيه. طب انا عايز اقول لك حاجه. كان هو الهداف. طب خد بقى دي. طيب بمناسبه ميدو جابر او الكابتن وليد قال عبد الله. ايه رايكم في مستوى عبد الله الفتره الاخيره؟ هو ده مستوى عبد الله؟ لا. بيلعب عشان ايه؟ عشان ايه؟ بيسجل. صح خلاص. بيسجل اهداف. بص بلعبه عشان ده قائد في مكانه وبلاي ميكر وبيسجل اهداف. عنده حلول. من عند وهو وحش بيسجل. يبقى هو ده اللي انا بقوله. لو ميدو جابر سجل كان ممكن يحافظ. لكن المكان محجوز بالجهد والوظائف والتسجيل الاهداف ومكسب النادي الاهلي. يعني هو في الاعداد بيقول لي عمرو جمال لعب 16 ماتش لكن عايزين الوقت اللي لعبه عمرو جمال. شفت 16 مباراه سجل يعني هدف. يعني عدد ايه؟ 16 مباراه سجل هدف. عدد قليل جدا. وشوف بقى كمان ال 16 لعب 730 دقيقه. طيب 730 دقيقه اقسمهم على 90. اقسم 730 على 90. 700 وكام؟ برضه عدد 730 دقيقة على 90 اهو. اقسمهم في 8 مثلا. 8 في 9 ب 72 يعني حوالي 8 مباريات. 8 مباريات من كم مباراة؟ من 40 مباراة مثلا ما بين دوري وكاس وافريقيا. 40 50 مباراة. كان عنده إصابة. صح 40 50 مباراة. صح. طب 8 دي تمثل ايه؟ طب ما تقول لي. طب ما تقول لي يا كابتن وليد علشان ألخص موضوع عمرو. قول لي رأيك. لا انا رايي يطلع لعيب كويس قوي مهاجم رائع
بس النادي الاهلي لا انا مش عايز رايك من الناحيه دي، انا عايز رايك لو طلع هيبقى خساره النادي الاهلي. لا لا يطلع صح، يطلع احسن بالعكس. انا شايف ان بص يا كابتن ميدو، في العالم كله في مراكز فيها تقييم وتصنيف. حراسه المرمى عندي حارس المرمى نمره واحد، نمره اثنين، نمره ثلاثه. نفس الوقت المهاجم، المهاجم انا لازم المهاجم في العالم كله معروف، ده نمره واحد، ده نمره اثنين، ده نمره كريم بنزيما نمره واحد، مراتا نمره اثنين، لو لعب فاسكيز بس نمره ثلاثه. انا في النادي الاهلي صنف لي المهاجمين مين نمره واحد؟ وليد ازارو. انا مش متعاقد بالرقم ده، ولعيب كبير ولعيب دولي علشان جايبه يقعد، صح ولا لا؟ يبقى نمره واحد كمهاجم راس حربه صريح للنادي الاهلي وليد ازارو. نمره اثنين مين؟ اجاييه. نمره ثلاثه مين؟ مروان محسن، خلاص خلص الست شهور. عندك عماد متعب، عندك مروان، عندك اجاييه، عندك بحسب لك عمر جمال. انا اتفضل، لا انا بفكرك بالمهاجمين. الترتيب دلوقتي عمرو جمال نمره ثلاثه، ومروان نمره اربعه، وعماد متعب نمره خمسه. ده تقييم الراس حربه لو لعب لوحده. تمام. تعالى بقى عمرو جمال فرصته وهو نمره ثلاثه هيلعب فين؟ صعب. فلا انا الاحسن طالما المهاجم مش مقتنع بتصنيفه، ودي حتى ممكن نروح لها بعد كده لعماد متعب او لمروان محسن لما يرجع، طبعاً طالما المهاجم مش مقتنع بتصنيفه يطلع احسن، يروح يلعب 40 50 مباراه في بيت فيست ما بين دوري وما بين كاس وما بين بطولات، ويرجع لي بلغه الكره كده فايق، وابتدي انا اعمل التبديل والتوفيق. انا اقدر بقى ارجع جون انطوي، ما طلعوش اعاره، واطلع مش عارف مثلا علي معلول، اجيب مهاجم مصري يقتنع ان هو نمره ثلاثه. طب خلينا نقف عند النقطه دي لانها مهمه جدا يا كابتن ربيع. عماد متعب الكابتن وليد صنفه من رابع لخامس، يعني انا مش عايز اقول خامس عشان بعيد قوي، يعني من رابع لخامس. ايه فرصه؟ ايه حظوظه؟ ايه قراراته؟ ايه احسن له؟ يعني من وجهه كابتن ربيع ياسين نظر، بس عشان تفهم بس. لا لا بصنفه واقعيا، انا بصنفه بالمباريات اللي لعبها. بالظبط، مش تصنيف انا الفني. بالظبط، عشان تبقى يعني. لا لا ده بمشاركاته مع النادي الاهلي. بالظبط. لا وليد يبقى متعب يبقى موجود، هتحتاجه لان عندك انت عدد ماتشاتك خلال الموسم كام مباراه؟ كتير جدا، كم كبير، وبتحتاجه وهتحتاجه. وانت كنت بس اديله مساحه شويه. لا هتحتاجه، انا وجهه نظري متعب هتحتاجه. متعب قيمه كبيره جدا، وفي نفس الوقت متعب عنده مميزات كتير جدا، محافظ على جسمه، محافظ على وزنه. يا كابتن انت بتتكلم في 33 سنه، والله العظيم كبير. ده في لعيبه اكبر منه في انديه وبتشتري بالشيء الفلاني، فانت فاهم. متعب والله العظيم متعب، لو خد مساحه من الوقت هيسجل. بالظبط، يعني متعب يعني بيسجل على طول. بيسجل، انا عاوز اعرف متعب السنه دي مسجل كام هدف بسنه ده وبعدد الدقايق يا وليد؟ لا واهداف مؤثره جدا، بس هي الفكره كمان. طب انا عاوز اقول لك حاجه بقى قبل ما تتكلم الحته دي، معلش مع احترامي طبعا، وليد ازارو لعيب كبير جدا ونجم وان شاء الله يفرق وربنا يكرمه. لو كان متعب خد الوقت بتاع الماتش اللي فات، اقسم لك بالله كان سجل، كان هيسجل صح. في خلاف على كده؟ لا لا مفيش خلاف. هنا بقى قناعه كابتن ما بين اللاعب والجهاز الفني. بالظبط. هي بس يا كابتن عايزه سنس شويه وشعرايه. عايز اقول لك على ما بين ان احنا نتفق، يعني توتي يا كابتن، توتي مثلا في روما 40 سنه، بس الجهاز الفني عارف هو بينزله امتى، خلينا نخليه امتى، وهو مقتنع متقبل ان ده دوره. صحيح. يعني خد بالك يا كابتن، عارف اقتناع اللاعب هي دي رقم واحد. يعني انا معلش اصل انا الموقف اقتناع المدير الفني، لا اقتناع اللاعب. انا دي حصلت لي شخصيا في يعني وانا ببطل اخر سنتين ثلاثه. لازم انت لو مقتنع ان انت تاخد الربع ساعه تكسب الفرقه فيهم هتقعد وانت نفسيا مستريح. ده اللي انا اتكلمت فيه، ده اللي انا اتكلمت فيه. عكس ما تكون يعني مثلا موقف متعب اللي فات ايه؟ ان وليد ازارو لما نزل في الدقيقه 60 متعب طلع بره التركيز. خلاص هو كان شايف ان هو لازم يكون اول تغييره. فهنا قناعه اللاعب بدوره جوه الفريق هي دي النقطه المهمه. حلو. انا علشان كده بقول لك تحديدا عمرو جمال عايز يطلع ليه؟ عمرو جمال عايز يطلع ليه؟ لعدم قناعته ان هو عايز. برافو عليك، بترتيبه ضمن المهاجمين. انا النهارده لما بروح لنادي الزمالك الدنيا تايهه، باسم وبعدين جبت باولو وبعدين مايوكا وبعدين احمد جعفر، اتلخبطت الدنيا، فما بقاش حد عارف مين نمره واحد ومين نمره اثنين ومين نمره ثلاثه من كتر ما جه مدير فني اجنبي ملخبط الدنيا. هنا كأساس في الفرق يا جماعة في مراكز لازم يكون فيها تصنيف يا كابتن. أنا الديفندر رقم واحد حسام عاشور، خلاص. رقم اثنين السولية، رقم ثلاثة مثلا غالي، رقم أربعة ممكن أكرم توفيق. المدير الفني له دور أكيد في النجم، وخاصه لما يكبر. طب خليني اقول لك، خليني ما عملش ولا مشكله، خليني اكد على كلامكم. خليني اكد على كلامكم. كان مستر مانويل جوزيه
كان اول واحد بتحط كان عماد متعب، اتمرن صح. ما اتمرنش، مصاب مش مصاب، طالما عماد متعب قال له انا جاهز بينزلوا الماتشات على طول. ايوه علشان هو مقيمه نمره واحد. كان عماد متعب دايما ليه تعامل يا ميدو. انا النهارده بهيئه متعب، بس متعب تاخد ايه؟ حضرتك سالت لعب كام مباراه؟ ست مباريات في الدوري جاب هدف، لعب اربع، لعب اثنين في كاس مصر جاب اربع اهداف. بص يا ميدو، احنا عندنا مشكله جدا في مصر، لما النجم بيكبر يا وليد. صح يا كابتن، بس صح انت عارف عزولي يا كابتن ربيع. صح. بس لسه 33 سنه، عشان الناس فاكره ان عماد متعب 37 او 38. عماد متعب لسه 33 سنه، ماشي في ال 34 سنه. المشكله دايما كانت بتبقى بين ثلاث اطراف او ثلاث جهات، اللاعب والجهاز الفني واداره النادي. انا السنه دي اداره النادي بصراحه في ضهره 10 على 10 ماشي. لا يعني مصنفه ومقيمه ومحترمه جدا النجوم. صحيح. بصراحه يعني مساله ان انا اجدد لعماد متعب وحسام غالي من بدري واعلن ده في الاعلام ويبقى قناعه مجلس الاداره بقيمه رموز النادي الاهلي، دي حاجه بصراحه تحسب لمجلس الاداره. الفكره بقى هنا التعامل ما بين الجهاز الفني واللاعب. نقطة مهمة جدا ان الجهاز الفني وهو بيتعامل مع النجوم الكبيرة يبقى برضو بس عنده حتة اللي هي التعامل. ايه التعامل، فن التعامل. فن التعامل اللي هي حتة ايه، لا ده معاملته مختلفة، ممكن اطبطب عليه زيادة، ممكن اديله. وخد بالك بقى في العالم كله، بص روماريو وهو بيكتب اخر عقد ليه تقريبا مع فلامينكو تقريبا البرازيلي، كتب حاجة في العقد ما يتمرنش غير جوه ال 18. تخيل ان انا مهاجم وعندي 37 38 سنه، انت عايز مني ايه؟ عايز مني اجيب جوان صح؟ مش شرط ان انا اتمرن زي كل تحملات اللعيبه الثانيه، يعني هنا فكره التخصص مهمه جدا، انا مش لازم احاسب النجم ده بانه لازم يتمرن كل التمارين بنفس القوه. اتفضل يا وليد. لازم بكايس فاطن الاحساس برضو ده، خلي بالك اللعيب لما بيكبر وبقى نجم ويبعد شويه او بيبقى فيه تجاهل من المدير الفني بيفرق يا وليد برضه. يعني انا هيا نفسي لو انا النهارده واحد بحجم متعب ده، واخد بالك، وخاصيته في التعامل، وايه المشكله؟ طبعا انا بدل ما ابعت له حال اروح انا بنفسي، ايه المشكله؟ واخد بالك، احط اعمل حساب دي تتحط في الحسابات. انت عنده توتي ده 40 سنه وراجل نجم في منتخب ايطاليا ونجم في روما، وبص كان بيتعامل ازاي وبيلعب خمس دقايق ماشي، يلعب 10 دقايق ماشي. ليه؟ لان الاداره مع الجواز الفني مع اللاعب واحد اثنين ثلاثه خلاص، عارف ان ده حجمه واحنا واخد بالك بنقدرك، بس هو ده الصح. بس خلينا كمان يا كابتن عشان نبقى منصفين برضو في الكلام، مفيش مدير فني يعني مش عايز يكسب، هو عنده برضو ترتيب في الاولويات ماشي. وفي نفس الوقت النجم ده بس هو موجود والنجم ده لازم يكون عليه يعني ضغوط كبيره ومسؤوليات كبيره اتجاه فرقته. يعني فكره ان هو ما يعملش مشاكل، فكره ان هو يقتنع بترتيبه ما بين المهاجمين طبعًا. وفي نفس الوقت السنس بقى المدير الفني ان انا مش لازم، يعني فكره المدرب بيفتكر ايه يا ميدو، ان لو اللعيبه كلها ما اتمرنتش زي بعض وما خدتش نفس الجرعه التدريبيه وما خدتش نفس الالتزام هو هيبقى فيه تأثير او مأثر او مفيش عداله. لا، احنا في العالم كله في زي ما انت بتقول نظام للنجوم ده، خد بالك. ده هو ده الصح يا وليد، هو ده الصح. ده في حاجه جديده كمان، السنس ده لازم يكون موجود المدير الفني بالظبط، والمدرب العام بالزبط. والمدرب المساعد بالظبط. ده في حاجه دلوقتي كمان يا كابتن، ان الكوره حتى في العالم كله بقت بتتغير لقيمه النجوم. النهارده انت في برشلونه ميسي بيتحكم مين اللي يجي ومين ما يجيش، مين حتى المدرب اللي يجي ومين النجوم. نيمار النهارده شرط من شروطه، شرط لباريس سان جيرمان يجيبوا له اربعه من اصدقاء لعيبه، داني الفيش ومش عارف هو برازيليين. يعني هي الفكره كان عندنا في التمرينات الكلام اللي بتقوله، مع انه ما كانش فيه احتراف، كان في كباتن كبار في منتخب مصر بتقول ده يلعب وده يلعب. وكان بص بقى كان في مدرب يوغوسلافي اسمه نيكوفيتش، انت كلامك مش عيب يا وليد يعني واخد بالك، انا احترم راي اللاعب سنس زي ما بيقولوا لك. اتفضل. بدون التدخل في امور الجهاز الفني او احنا بس عندنا بناخدها بايه، بحساسيه شويه. يعني ازاي اللعيب ده يقول مثلا انا عايز العب؟ لا هي بس ايه، سنس مين اللي بيتكلم وكباتن الفرقه دول عاملين ازاي وشكلهم واخلاقياتهم واحترامهم، دي نقطه مهمه جدا. زائد كمان ان النهارده طالما اللاعب بيتكلم بكل احترام، لا اللعيب يسال انا ما بعرفش. هو برضه يا كابتن وليد، هو النجم مطلوب منه
النجم النجم انا قلت الكلام ده وفي ناس زعلت من الكلام عشان دايما يعني او اتفهم غلط. النجم بيبقى مكتوب منه بيبقى مطلوب منه الصبر، الصبر ان هو نموذج نموذج يا كابتن وليد يا كابتن ربيع، نموذج يحتذى به. عماد متعب نموذج فعلا بس طلع منه متنفس، لكن هو برضو الناس هيقول لك ايه، لا انت كابتن النادي الاهلي ولازم ولازم ولازم، لكن من حقه ان هو يلعب، خد بالك من حقه ان هو يقول، اي نجم من حقه ان هو يقول ان انا عايز العب، من حقه ان هو يتخذ قرار، يا جماعه تلعبوني، يا جماعه همشي، يا جماعه هقعد، يا جماعه، لكن هو قدوه وقدوه يحتذى بها. عماد متعب نجم كبير، وقلت قبل كده ان هو خلاص اتسطر اسمه في التاريخ، فعشان كده اقول لك ايه، لا المفروض كنت مش عارف عملت ايه، لا المفروض كنت عملت ايه، لكن هو طبعا نجم ونجم اتسطر اسمه في التاريخ والموضوع انتهى خلاص. خد بالك بالنسبه لعماد متعب، تفتكر رساله من الرسائل اللي بيصدرها مجلس الاداره او الجهاز الفني للاعيبه الناشئين، لو وصلت للمرحله دي بص انت هتتعامل ازاي بالظبط. يعني انا عندي مثلا اكرم توفيق او عندي كريم نيدفيد 20 سنه، وعندي حسام غالي ما شاء الله الله اكبر 35 36 سنه الضعف. انا بقول لاكرم بص لو وصلت للمكانه دي بص معامله كل النادي ليك بتبقى عامله ازاي بالظبط، اذا كان جهاز فني او مجلس اداره او لجنه كوره او حتى عمال النادي او حتى قيمتك الاعلاميه حتى. فالنهارده لو انت التزمت جبت بطولات للنادي، راجل محترم، اخلاقياتك عاليه، على طول دايما مضحي عشان النادي، لما هتوصل للسن ده هتعامل بالشكل ده. هو ده اللي احنا عايزين نقوله، لكن انا مش عايز اوصل رساله للناشئ ان انت لو فتحت بقك هتطير، لو مش عارف ايه. الاهلي يا كباتن، واكيد حضرتك ادرى مني، طول عمره بيحافظ على نجومه وبيحافظ حتى على اللي مش نجوم، لكن النجوم طبعا بيبقى ليهم يعني شكل ثاني خالص مع النادي الاهلي تحديدا يعني. فالاهلي لا، الاهلي بيحافظ على نجومه، واكيد حضرتك عارف يا كابتن ربيع. قول لي دور الجمهور بكره مطلوب منه ايه؟ المثاليه في التشجيع طبعا، يعرف ان التوفيق عنده، في رجال النادي الاهلي بيكسبوا بيمتعونا وبطولات ورجوله وحاجات جميله جدا، عامل التوفيق مهم جدا. طول عمر جمهور النادي الاهلي في المنظومه رقم واحد، فده لازم تثبته الكلام ده لحد داخل دقيقه. مكسب ممكن يبقى دايما، والاهلي خلي بالك في فواكه اوقات كتيره جدا في الدائره الاخيره بيحسب بفضل الله ثم الجمهور. فعاوزين الحب، عاوزين التكاتف، عاوزين الترابط الجميل اللي موجود، عاوزين التشجيع المثالي، عاوزين بقى ايه نثبت ان ان شاء الله الدوري القادم باذن الله تعالى بجمهور. فده بطوله مهمه جدا ولازم تنجح ان شاء الله. وخليكم في ظهر اللعيبه لحد اخر لحظه، واللعيبه بكره هيبقوا رجاله ويمتعونا ويكسبونا ويفرحونا باذن الله ان شاء الله. شايف ان البطوله كابتن ربيع ظلمت فرق ان هي خدت المراكز الاولى بس؟ ظلمت فرق؟ يعني ما خدتش اول وثاني، اختفت بس بالمركز الاول. دي حقيقه دي حقيقه. لان انت عندك خلي بالك لو الظروف والوقت والنجوم والاستعداد كانت تبقى اقوى وافضل واحسن من كده واقوى من كده، لكن عشان برضو في فرق مريحه فعلا اوائل المجموعه في ظل التجمع الكبير ده، في النجوم الكتيره، في الفرق الكبيره، الاسماء الكبيره، ظلمت، كان المفروض يبقى اول وثاني، خد بالك. فلان مساحه العرب ما شاء الله الخليج النهارده بيجيب نجوم كبيره جدا، كان لازم يدي مساحه من الوقت عشان نشوف برضو نجوم كتيره. فان شاء الله البطوله القادمه، بس برضو يا ميدو كفايه ان احنا يعني التجمع ده كان من فتره كبيره جدا ما شفناهوش. تجمع الترابط، العرب مع بعض، الوحده، الحب، واخد بالك، الازدهار، الحكام، الشعوب، حاجات كتيره جدا مفرحانه. نفسنا بقى نشوف التكرارات كتيره والتجمعات كتيره، لان العرب ده لازم يكونوا واحده واحده ان شاء الله. اكيد اكيد اكيد. كابتن وليد برضو قول لي، يعني خلينا اكلمك على نبض الشارع الكروي الاهلاوي تحديدا. احنا جبنا هشام محمد بفلوس كتير، كنا ممكن نستنى شويه ونجيبه بفلوس اقل او بنجيبه من غير فلوس خالص. كلمني كلغه احترافيه، او كلمني في العكس، لو كان النادي الاهلي ما خدش هشام وكان نادي تاني خده، كانت اللغه تبقى عامله ازاي؟ او كلمني في الصح المفروض نتعامل ايه. بص، الصح ما ينفعش تاخد جزء وتسيب الكل. انت لازم اي موضوع في الدنيا، اي موضوع، بص بقى، احتراف لعيبه، قايمة لعيبة بتشتريها، لعيبة بتبيعها، أي موضوع في الدنيا في الكورة لازم تاخده كله على بعضه. تمام. باكج كامل على بعضه. فكرة إيه؟ أنا النادي ده أيا كان هو مين، إحنا مثلا بنتكلم على الأهلي، النادي ده التارجت بتاعه رقم واحد إيه؟ البطولات، كل حاجة. باخد بطولات ولا ما باخدش؟ أدي واحد. بالظبط. اتنين، أنا بشتري بس ولا ببيع واشتري؟ أدي اتنين. تلاتة، أنا بكسب ولا بخسر؟ أنا عامل فائض ربح ولا مش عامل فائض ربح؟ ما تجيش على جزئيه واحده
يعني بقول لك تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، يعني هي الفكره صح يا كابتن ربيع؟ يعني هي الفكره ايه؟ ما تجيبليش ما تمسكليش جزئيه وتقول لي ايه يا عم هشام محمد ب 9 مليون ما انتوا سبتوه ببلاش يا حبيبي. لا هي ما بتتاخدش كده، هي بتتاخد. النادي الاهلي كسبان بطولات ولا مش كسبان؟ كسبان. طيب هو بيشتري بس ب 9 وب 10 وب 15 مليون ولا بيشتري ويبيع؟ تمام، بيشتري ويبيع. طب هو بيكسب ولا بيخسر؟ هي تتاخد كده. تمام. في اي بقى نادي في الدنيا. فالنادي الاهلي اذا استمر انه يكسب بطولات، خد الدوري، ربنا كرمنا ان شاء الله في البطوله الافريقيه، في كاس مصر بندخل 3 4 بطولات في الموسم، خدنا منها 2، خدنا منها 3، خدناهم كلهم خير وبركه، يبقى ادي التارجت الاول بيحقق. تمام. اللي هو مهم جدا ورقم واحد للنادي الاهلي ولجمهوره ولجمهور النادي الاهلي ولتاريخ النادي الاهلي والريكورد بتاع النادي الاهلي وللتصنيف العالمي وكل حاجه. تمام. البطولات. بتاخد بطولات، ادي واحد. اتنين، هو انت بتشتري وعامل خسائر في الجمعيه العموميه ولا بتشتري وتبيع؟ النادي الاهلي دخل ثقافه جديده من اول ما بدا يبيع تريزيجيه ورمضان صبحي وايفونا، بدا النادي الاهلي بيشتري ويبيع. طيب وانت بتشتري وبتبيع محافظ على البطولات ولا لا؟ اه محافظ على البطولات. طيب بتكسب ولا بتخسر؟ يعني انا جايب هشام محمد مثلا ب 9 مليون ودول عجز في الميزانيه عندي، ولا انا بايع حجازي اعاره ب 23 مليون واحتمال لو مشي كويس السنه دي هيوصلوا 5 مليون يورو بالظبط، فوق ال 100 مليون جنيه بالزبط. يبقى انا بكسب ولا بخسر؟ الامور تتشاف كده، ما تتشافش غير كده. ما تجيش بقى تيجي تقول لي ايه، انا بيتصل بيا صحفيين كتير يقولوا لي عاملين تحقيق عن حاجه معينه. اتفضل يا كابتن قول. عاملين تحقيق عن ان النادي الاهلي بيفرط في لعيبته الصغيرين ببلاش وبيرجعهم بملايين. هو ده الموضوع. وانت خدت الجزئيه دي وساب الباقي كله بالظبط. ما انا مشيت اللعيب ده، يعني مثلا انا لسه كنت بقول لك على حسن مصطفى، لعيب كويس جدا بس كان في لكن هو يلعب على هادي خشبه ساعتها بالظبط، يلعب على سيد عبد الحفيظ ساعتها، يلعب على هشام ما يلعبش عليهم ساعتها وهو عنده 20 سنه، ما يلعبش عليهم. هشام محمد وهو بيمشي من النادي الاهلي، انت عندك محمد شوقي وعندك حسن مصطفى وعندك مثلا يعني عندك لعيبه تقال في المكان ده، يعني انت فاهم؟ بالزبط يعني بالزبط. ما ينفعش تاخد جزئيه وتسيب الباقي. اقول لك مثلا لان النادي الاهلي قدروا ان هو كل النجوم بيصبوا فيه بالظبط، فهيبقى في وقت معين في تخمه في النجوم فلازم هيطلع نجوم. ده في اي موضوع يا ميلو. نقطه، يقول لك مثلا حسام عاشور ما هو ما راحش المنتخب قبل كده، ما هو ما راحش المنتخب لان كان فيه حسني عبد ربه وكان فيه محمد شوقي وكان فيه احمد حسن وكان فيه تقال، فكابتن حسن ما قدرش ياخده، لكن دلوقتي ما يروح دلوقتي لان ما فيش هو طارق حامد بس بالظبط، والباقي يعني مع كامل الاحترام مش على نفس شخصيه اللعيبه، مش على نفس احترافيتهم، مش على نفس صيغه الدوليه بالظبط. حسام عاشور بيلعب كل ماتشات الاهلي الدوليه وطارق حامد بيلعب كل ماتشات الزمالك الدوليه. فيعني تمام، يعني برضه يا كابتن ربيع يعني خليني بقى، يعني بتكلم في نبض الشارع وبتكلم في الاسئله اللي انتوا بتسالوها وبنجاوبكم من خلال نجومنا في الاستوديو التحليلي، ويا رب تكونوا مقتنعين بالكلام. انا بتكلم يعني للناس اللي هي دايما بتنتقد وخلاص. كابتن ربيع لو حضرتك بقى نجيبها بالعكس شويه، لو حضرتك مدير فني لنادي الاهلي وطلبت من مجلس الاداره لعيب قدامه 6 شهور ويبقى فري، وهو قال لك لا استنى 6 شهور ابقى فري او استنى سنه ويبقى فري واجيبه لك بعد كده، لو انت او انت جاوب لي على السؤال ده الاول عشان في سؤال تاني، هيبقى ايه موقفك؟ لا المدرب عاوز لعيب من النادي وهو بعد 6 شهور هيبقى فري خالص او سنه هو هيجي لك بعد سنه انا بتكلم في يعني بتكلم في حتى مده قليله وانت مدرب بتنافس ومحتاج لعيب. هو بتختلف يا ميدو، معلش بتختلف من شخص لشخص ومن اداره لاداره وخلك ومن فكر لفكر. لا انا بتكلم في النادي الاهلي، ما انا بتكلم، ما انا لو موجود معلش غير فكر وليد غير فكرك كل واحد، ممكن وليد يقول لك لا انا اجيبه دلوقتي وانا النادي الاهلي انا بجيبه بكسب وبربح بفكر وليد. انا لا انا اقول 6 شهور ما انا اجيبه ببلاش 6 شهور لا سنه، لو بتتكلم في لعيب عايز سنه مفيش مشكله، لان انا النادي الاهلي وعندي الكلام ده. بقى لو ما عنديش انا بحسبها ازاي بالورقه والقلم؟ مركزه في كام واحد؟ هل هيتاثر؟ انا السنه اللي في السنه دي ايجابياتي ايه؟ كسبت دوري في افريقيا معدي الحمد لله، ان شاء الله كاس البطوله العربيه ان شاء الله، الامور ماشيه بفضل الله تعالى، ودوري قبلها ايه؟ ما حصلتش. تمام. بيني وبين المنافس التقليدي بتاعي اكتر من 20 نقطه، يبقى انا ماشي بامتياز. الكلام ده لو انا ظروفي مش في نتائج عندي سلبيه، مش ماشي الامور، يبقى لا معلش مش هصبر سنه، ده انا عاوز السنه الجايه الموسم القادم
ابقى امتياز في كل النتائج عشان احقق. فانا من وجهه نظري هو ده رايي انا كربيع ياسين لو موجود في الحته دي. تمام. انا عايز اقول لك ان الهلال والنفط اتعادلوا 1-1. طيب ده في مصلحه الاهلي جدا. طبعا حلو يعني يا رب. المريخ على فكره هو ده. المريخ والترجي لو اتعادلوا كمان يبقى خلاص احنا خلصنا على البطوله دي كمان. ده كده حلو. على المجموعه دي يبقى احنا بجد يبقى النادي الاهلي يكسب بس. خلاص وصل. لان النفط هيبقى نقطه والهلال نقطتين. المريخ والترجي لو اتعادلوا هيبقى المريخ نقطتين، هيبقى اعلى فريق في المجموعه دي عنده نقطتين بس. لو كسب حتى المباراه الثانيه هيبقى 5، يبقى خلاص انت في الامان. يبقى انت يعني خلصت على مجموعه الزمالك وخلصت على مجموعه الترجي، يبقى انت فاضل لك نقطه واحده بس انك تكسب مباراتك بكره. وحتى يعني لو الماتش انتهى كده يا كابتن وليد، حتى اي نتيجه في المريخ والترجي هتبقى برده مش وحشه. لا لازم تعادل برضه، لان المريخ لو كسب الترجي ب4 بونت والترجي 3. انا بتكلم انت بتتكلم لو المريخ كسب. وما انت ممكن المريخ يكسب، فبالتالي انا عايزهم كلهم يتعادلوا. ايوه طبعا المريخ السوداني قوي، مريض فريق عنده خبرات والترجي قوي، بس مباراه قويه. عنده خبرات. مباراه قويه على فكره. مباراه قويه. المريخ هو جاي البطوله دي بصراحه ما لهاش عناوين. يعني الاهلي خسر من الفيصلي، الزمالك خسر من العهد، بس هو يعني العهد دي فرقه طلعت فرقه محترمه. تقدر تقول ان المريخ برضو فريق فنيا مش عالي قوي. بالظبط. يعني لكن كروح والتزام وحاله بدنيه، بص لا خبرات بس. خبرات. هو تعادل مع الهلال بالخبرات، الهلال فرقه صغيره، هو المفروض عدد بطولاته كتير جدا وتاريخه كبير، واخد بالك، في افريقيا والدوري السوداني، لكن تعادل كان فتاريخه الحته الفنيه بس هي اللي بتحسب، والتوفيق بتاع الله سبحانه وتعالى. تمام. يعني بكره فريق نصر حسين الدوري الجزائري هيبقى شكله ايه؟ تتوقع ممكن يلعب المباراه ازاي؟ يبداها ازاي؟ احنا اكيد هنتكلم بكره في فنيات اكتر، لكن الهدف بتاعه التارجت اللي هو داخل بيه المباراه انه يكسب المباراه، لان بدون مكسب مباراته بكره هو مش موجود في البطوله، فبالتالي هو زينا بالظبط عايز يكسب، لكن ممكن الاستراتيجيه بتاعته تبقى مختلفه. تمام. الاهلي عايز يكسب بكره، ونصر حسين ضاي عايز يكسب، الاثنين عايزين يوصلوا للست نقاط، لكن كل فريق يوصل لها ازاي ده بتقسيمه المدير الفني لمباراه، للمباراه او لسيناريو المباراه. اظن ان المدرب صعب جدا انه يضغط على النادي الاهلي بطول الملعب ويفتح الجيم من الاول ويلعب جيم مفتوح، هيبقى فيها ريسك. ولكن هو طبعا ادرى بامكانيات فرقته، لكن انا اظن ان هو هيرد في نص الملعب من اول المباراه، هيلعب ال 45 دقيقه الاولى على حاجه واحده بس، انه يقفل المساحات ويخلي المباراه تمشي في تعادل، وفي نفس الوقت هيلعب على الهجمه المرتده. ما تقولش كل الكلام، احنا عندنا بكره لسه كلام كتير. طيب لا ما هنعيده تاني بكره، مش مشكله. كابتن ربيع اكيد حساباته مع النادي الاهلي مختلفه تماما، انه هيبقى نسبه عنده نسبه كبيره جدا من المدافعه خلال الوقت، هيلعب بخمسه في وسط الملعب طبعا، ويزحم كثافه الملعب في وسط الملعب، لانه تفوق على النادي الاهلي، لان سر فوز النادي الاهلي هو تفوقه طول المباراه وشكل الهجوم الدفاع من نص الملعب. تمام. فانا متهيألي هو هيركز على حته وسط الملعب، وهيعمل حساب كبير قوي للنادي الاهلي في الجانب الهجومي، واكيد انه هيدافع طول الوقت بالتركيز والتزام، وحاجات كتيره بقى لو اتكلمنا فيها. لا لا بكره بقى. حاجات لبكره. حاجات كتيره قوي. شرفتنا ونورتنا. شكرا لك يا كابتن. شكرا لك يا كابتن. شكرا جزيلا. شرفتنا ونورتنا. شكرا يا ميدو حبيبي. يعني وقتنا انتهى مع حضراتكم، بعد قليل هتنتظروا النجم محمد فاروق مع النجم الكبير والوافد الجديد النادي الاهلي بيته طبعا النجم هشام محمد، عشان يقول لكم على كل حاجه مع الكابتن محمد فاروق. استنوه واسمعوا منه الفلوس اللي دفعت فيه فعليا، استنوا كمان كل الاسئله اللي هيقدمها له الكابتن محمد فاروق او هيسالها له، هيجاوب عليكم بمنتهى الموضوعيه وبمنتهى المصداقيه. يا رب بس ما فيش ناس تطلع تقول لك اصل بقى في الاهلي وبقى وبيقول مش عارف ايه، في ناس بتنتقد من اجل الانتقاد وخلاص، لكن احنا دايما بنتكلم معاكم بمنتهى المصداقيه. شكرا لحضراتكم جدا جدا.